بسم الله الرحمن الرحيم. ازاي نكونفيجر ال ال داب ان هو يشوف اليوزرز اللي موجوده على الدومين كنترولر؟ يعني بمعنى ان التيم جي ده لو هو ورك جروب، انا محتاج ان انا اخلي اليوزرز اللي موجودين على التيم جي، خلاص، او الناس اللي هي موجوده في الدومين تخرج من خلال التيم جي انترنت عن طريق اليوزر نيم والباسورد بتوعه. المشكله بس اللي هتقابلك ان الرول اللي احنا هنعملها او ان احنا نشوف اليوزرز عن طريق ال ال داب ما بتنفعش مع الاكسس، الويب اكسس. هي تنفع لو هو جاي لي من بره في بي ان، او لو هو مثلا جاي لي عن طريق ويب سايت عايز اكسسه باليوزر نيم، اي حاجه يعني الانكومينج وليس الاوت جوينج. هي دي مشكلتها، يعني اليوزرز ما بتشوفوش ك اوت جوينج، بيشوفوا بس انكم. ماشي، هي دي بس المشكله. يعني انت لما تيجي هنا وتحدد له اليوزرز وتقول له مثلا تطبق بوليسي، مثلا بدل اول يوزر تقول له مثلا محمود او احمد او محمد اللي موجودين على ال ده، في الاوت جوينج مش هيقدر يشوفها، في الانكومينج هيقدر يشوفها. الحل الوحيد في الاوت جوينج ان انت تخليه يشوفها، الحل الوحيد ان التيم جي يبقى جوين الدومين. فاهمين؟ ايش انا بفهمك ولا باي حاجه للاسف، بس هو هيشوف اليوزرز، بس لما تيجي تطبقها كبوليسي ما بيرضاش ياكسسها. ماشي، يعني انت هتشوف حتى الرساله اللي هتطلع لك. تعملها ازاي؟ انت لو دخلت هنا كده على الويب اكسس وجيت هنا كده في كونفيجر، هتبدا ان انت تقول له كونفيجر ريديوس سيرفر سيتنج، كونفيجر ريديوس سيرفر سيتنج. بس قبل ما نكونفيجر ريديوس سيرفر سيتنج، انا محتاج بس ان انا اشوف التيم جي شايف الدومين ولا لا، والدومين شايف التيم جي ولا لا. فنبنج بس 192 168 0 50. انت مش فاتح رول صح؟ انت مش فاتح رول على التيم جي ان هو يشوف الدومين ولا؟ طيب ماشي ماشي. انترنال ده واخد ايه؟ 0 200. اول حاجه مبدئيا احنا طبعا عارفين ان التيم جي لما بينزل بيقسم لي الدنيا لخمسه نتورك معايا، ها، لوكال هوست وانترنال واكسترنال والفي بي ان والفي بي ان كوارنتين. طيب لو جينا هنا كده فتحنا قلنا له في الفاير وول بوليسي، شو سيستم بوليسي وانت عامل لها شو. لو دخلنا هنا كده وعملنا لها ايديت، هبص تلاقي ان احنا عندنا هنا اهي، دي بتاعه سؤالك يا محمد، ادي الدي اتش سي بي وتفتح لها رول من هنا. يعني هتبقى لو انت عايز مثلا الناس الانترنال ياخدوا من الدي اتش سي بي بتاع تيم جي، يبقى تيجي كده على الدي اتش سي بي وتقول له من الانترنال وتاد اللوكال هوست، تعمل ايه؟ ماشي كده الناس تقدر تكونكت على تيم جي وتاخد منه دي اتش سي بي. ماشي كده. لو جيت هنا كده على الاكتف دايركتوري، الحته بتاعت الاكتف دايركتوري اوثنتيكيشن سيرفيس، لازم تقول له تو وبرده تحدد له ايه اللوكال هوست. ماشي كده. هنيجي على البنج ونفتح البنج عشان نتاكد ان البنج شغال، الانترنال واللوكال هوست، يعني انا ايه فتحته رايح جاي. ماشي، قول له ابلاي. اوكي، يبقى انت خلي بالك هنا جينا على في الايديت سيستم بوليسي وعملنا له الحته بتاعت الاكتف دايركتوري اوثنتيكيشن، دي عملنا له ايه؟ فهمناه ان هو يشوف الاكتف دايركتوري بتاع الانترنت. انا بقى كده نشوفه بقى بيبنج ولا ما بيبنجش. ما بيبنجش. انت
انت مش مظبط ده. انهي بقى ده؟ الزيرو ده الاكستنال. ده الاكسترن. يبقى الانترنال خلي مثلا الانترنال ده على بوستون دي. نيجي هنا بقى نخلي بوستون دي. تقول ايه؟ اشتغلت. وين اشتغلت؟ ماشي كده. هتيجي هنا على الـ في الحته بتاعت الويب اكسس، قلت لك يا اما تيجي تقف هنا كده وتيجي هنا كده وتقول له كونفيجر radius server setting، او بتجيبها من هنا. هي هي هتلاقي كونفيجر radius server setting. هتيجي هنا كده وتقول له انا عايز اكونفيجر ايه؟ ال LDAP server. ماشي كده؟ طب ما انت مظبطه اهو. انت ماشي. ادي كده ايه؟ ادي كونفيجر ال LDAP server. لما تيجي تقول له edit كده، تعالى بس نموف ده. ما تيجي تقول له كونفيجر، هتيجي هنا كده في ال LDAP سيرفر خلاص، وتبدا ان انت تقول له اد، وتبدا ان انت تاد له الاسم بتاع الجهاز بتاعك بتاع الدومين كنترولر اللي هو اسمه ايه؟ اسمه ايه يا ابني؟ dc.abc.local. تمام خلاص. هنكتب dc دوت ABC دوت لوكال. حلو كده. ونبدا ان احنا نيجي هنا كده ونقاد ونقاد له اسم السيرفر برضو بتاعنا تاني DC دوت ABC دوت لوكال. وهنا لو عايز تديله ديسكريبشن تديله ديسكريبشن. هنا هتيجي تضيف له الفول كواليفايد دومين نيم بتاع الدومين، يعني هتقول له ABC دوت لوكال. ماشي. وتقول له يوز جلوبال كاتالوج. الجلوبال كاتالوج دي كل وظيفتها ان هي تجيب لك الريسيبينت اللي انت عايزه، يعني هي عباره عن اداه تجيب لي المعلومات اللي موجوده عندي في الفورست بتاعتي كلها. خلاص. عندي مثلا اكستشينج سيرفر، محتاج ان انا اعرف اليوزرز اللي انا هبعت لهم ايميلات على مستوى الفورست عن طريق جلوبال كاتالوج. عندي يوزر موجود في فورست، في الفورست مثلا عندي عند التشايلد وعايز ياكسس ريسورسز من على البيرنت، الجلوبال كاتالوج هي اللي توجهه للريسورسز دي. ماشي. طيب. وهنبدا هنا نديله كريدنشلز من حقها ان هي تكونكت على الاكتف دايركتوري، وليكن هنقول له ABC ادمنستريتور. مين؟ اللي ده بيسيرش عن يوزرز او الحاجات اللي ما تبلش جوه الاكتف دايركتوري. الجلوبال كاتالوج، ما هي الجلوبال كاتالوج جواها ال ده. ماشي كده. هنبدا نقول له ايه؟ اوكي. حلو. هنبدا نيجي هنا كده ونبدا ان احنا نضيف اليوزر بطريقتين. هنقول له ABC باك سلاش استريك ونحدد دي. ماشي. دي الطريقة الأولانية كده، يبقى احنا بنضيف اليوزر أي حد. حلو. وبعدين نيجي هنا كده ونقاد ونقول له
asterisk at abc.log. ونبدأ ان احنا نديله ايه الدينس ونقول له apply key. ماشي كده؟ يبقى دي الخطوة الاولى اللي انا بعملها على ايه؟ على التيم جي. باجي هنا على التيم جي واجي واحدد الكلام ده خلاص، قول له apply. الخطوة التانية باجي على الدومين كنترولر نفسه في الـ ADSI edit. انتوا طبعا عارفين ان الدومين كنترولر عندي او الـ NTDS database بتاعت الـ NTDS بتنقسم لاربع حاجات صح، اربعة partition: application partition و configuration partition و schema و domain. ماشي، باجي هنا كده الـ ADSI edit هي اللي بتجيب لي البارتيشنات بتاعت الـ active directory بتاعي. هقول له connect to، وهاجي هنا كده واقول له configuration واقول له اوكي. ده كل ده عشان اخلي ايه التيم جي كونكت على ال داب. ماشي، هتخش على الكونفيجريشن تخش على سيرفيسز جوه سيرفيسز ويندوز ان تي، جواها هتلاقي دايركتوري سيرفيس. خش جوه دايركتوري سيرفيس دي بالبروبرتيز بتاعتها. وعلى فكره الطريقه دي بالظبط هي اللي بنعمل بيها كونفيجريشن للال داب على الفورتي جيت او على الجينيبر او على اي حاجه. هتلاقي دي اس هيورستكس هتحط له هنا 7.6.0.1. ماشي كده؟ اه خلاص كده ماشي. ونقول له اوكي ابلاي اوكي. حلو، نرجع نقف عليها تاني ونجيب البروبرتيز بتاعتها ونيجي في سكيورتي هنا ونأد جروب اسمه Anonymous Login اللي هو ايه اي حد، ونيجي ونقوم معلمين على التشيك بوكس بتاعه ده ونقول له apply. حلو، ونيجي عند الاكتف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز ونيجي هنا كده على الدومين بتاعي هنقول له view advanced features، وبعدين نيجي هنا ونجيب البروبرتيز بتاعتنا security ونقول له ايه anonymous login. ونديله full control خلاص. فبالتالي كده بقت الكونكتيفيتي مفتوحة ما بين التيم جي وما بين الاكتف دايركتوري خلاص. علشان نتأكد ان الدنيا شغالة وسليمة نيجي في مونيترنج هنا الاول، وبعدين نيجي هنا في كده في كونكتيفيتي فيريفيكيشنز، ونبدأ ان احنا ايه اللي داب ونتأكد ان نتست كونكتيفيتي ما بين الاكتف دايركتوري وما بين التيم جي. فنيجي هنا كده ونديله الاي بي بتاع الاكتف دايركتوري 050، ونقول له احنا عايزين نتست السيرفيس بتاعت الايه الاكتف دايركتوري. ايه طبعا جوه الاكتف دايركتوري هتلاقي حاجات كتيره جدا، هنبدا ان احنا نقول له الاول ايه ال ال داب نيكست فينش. حلو كده معايا؟ ها، ونبدا ان احنا نكريت واحده جديده نسميها جلوبال كاتالوج وندي له الاي بي بتاع الجلوبال كاتالوج 92.168.050. نيجي هنا كده ونقول له الاكتف دايركتوري ونحدد له هنا ها ماشي كده ال داب جلوبال كاتالوج نيكست مين؟ اه طبعا
ونقول له ابلاي. انونيمس انونيمس لوجن، هي مفيش فرق ما بين الانونيمس لوجن وما بين ايفري وان، هو في فرق ما بين الاوثنتيكيتد يوزر وايفري وان والانونيمس. ماشي، ايفري وان يعني لو جاي لك من ورك جروب او جاي لك من اي مكان، وانونيمس برضو لو جاي لك من ورك جروب او من اي مكان، مفيش فرق ما بينهم كفيزيكال، مفيش فرق ما بينهم. انما اوثنتيكيتد يوزر والانونيمس او ايفري وان دي في فرق ما بينهم. اوثنتيكيتد يوزر لازم يكون يوزر بياخد تيكت من الاكتف دايركتوري، خلاص. ايفري وان طبعا اي حد ورك جروب او اي مكان. افترض بقى ان احنا ايه نريفرش كده شويه بس كده، جود ده حلو كده. يبقى كده في كونكتيفيتي شغاله ما بين ايه؟ ما بين التي ام جي والاكتف دايركتوري. احنا لو جينا دلوقتي كده وعندنا يوزر على الاكتف دايركتوري، ايوه طبعا، ما هو لازم انت تكون من هنا كده فاتح سكه اصلا. انت فين تيم جي؟ هو محمد بيسال في حاجه لما تيجي هنا في الفاير وول. مصطفى بيسال في حاجه اديت في الاكتف دايركتوري هنا، ان انا فتحت الرول دي من الانترنال لللوكال هوست. طبعا ما انا لو مش فاتح دي عمرها ما هتعدي، لان انا ما عملتش بوليسي. يعني خلي بالك انا مش هنا لو قلت له مثلا هايد السيستم بوليسي، احنا مش عاملين بوليسي ليها علاقه بالاكتف دايركتوري، انا خدتها من السيستم بوليسي. مفترض بقى دلوقتي كده انا لو جيت هنا عملنا مثلا عملنا او يو سميناها مثلا اي تي، ايه يا عم بس ده يوزر فقره بوظ لك الكل. لو جيت هنا دلوقتي كده نيكست فينش، خلاص جينا هنا كده على تي ام جي تول بوكس قلنا له مثلا يوزرز نيو، نيكست اد. المفترض ان احنا هنأد اليوزر من هنا. طبعا انت لو قلت له هنا ويندوز يوزرز اند جروبس يبقى انت كده جايبه من السام فايل. ماشي، ريديوس او ال داب بمعنى واحد، يعني الريديوس ان هو هيبقى بس في ما بين التي ام جي وما بين الجهاز الثاني سيرفر نازل عليه الناب. ماشي كده، فهنقول له ال داب، هتبدا ان انت تختار هنا ال داب كده وتبدا ان انت تقول له ايه specify user، هنقول له مثلا ايه صح او جروب. ما هو بيقول لك هنا كده اليوزرز او جروب، هيبدا يقول لك قول لي بقى انت هتكونكت ازاي بالاكتف دايركتوري. اقول له اي بي سي ادمنستريتور كده تي ام جي جوين دومين. لا انا لو جوين الدومين كده انا جبت اليوزر من غير ما اشوفه. المشكلة ان هي ما ايه اللي حصل؟ لوحده شاف ان اليوزر اسمه ايه؟ نيكست فينش. شايف؟ فلوحده اوتوماتيك فهم ان انت عندك، سيبك انت بس ان هو جاب لك الفول كواليفايد دومين نيم بتاع اليوزر. جابه ازاي؟ ما هو لو ما كانش شايف الاكتف دايركتوري ما كانش جاب. او جروب. يعني ممكن اجي هنا كده واد وقول له نيو، قول له نيو جروب، ها اي تي. ماشي كده، طبعا لازم يكون نوعها سكيورتي علشان خاطر الديستريبيوت. الله يفتح عليك. هنبدا نقول له اوكي. لو جينا هنا دلوقتي كده وعملنا اد هنا ايه طول ما عملناش ايه مش شرط بقى، ما المهم ان هو يشوف ال داب وقلت له اي تي.
الاكتف دايركتوري اه طبعا عشان يتاكد ان انت مش حد بيهاك عليه. جابها ولا ما جابهاش؟ طيب بس كده. المشكله بقى ان انت لو جيت هنا كده في اكسس رول في اكسس بوليسي وقلت له انا عايز اكرييت اكسس رول بوليسي وسميناها حتى تيست نيكست قلنا له الاو نيكست اي بروتوكولات ماشي دي مش هتفرق معانا ديناين مير وير مش هتفرق. لو قلنا له السورس انترنال نيكست رايح للاكسترنال نيكست اول يوزر بقى عملت لها ريموف وضفت ال ال ده باللي احنا عملناها وقلت له نيكست كده هيطلع لك بقى رساله هيقول لك ايه the authentication method LDAP selected for user set LDAP is not available for access rule. فهو بيقول لك ان هي ما تنفعش للاكسس رول انما تنفع للفي بي ان تنفع لاي حاجه بابلش. يعني لو انا عندي ويب سايت مثلا وهببلشه من بره والناس هتيجي تكتب اليوزر نيم والباسورد بتوعهم مفيش مشكله. مثلا اف تي بي يعني لو عندي اف تي بي يعني احنا لو دلوقتي مثلا جينا نببلش اف تي بي تعالوا نببلش اف تي بي ايه اي حاجه من بره. يعني عشان كده انا بقول لك ايه هي ليها علاقه بالانكومنج مش الاوت جوينج. وللاسف الشديد تخيل بقى انت ان البرودكت ده بتاع مايكروسوفت ومايكروسوفت هي اللي عامله الموضوع ده بس لا في اي فاير وول تاني شغال يعني لو جيت مثلا فورتي جيت فورتي نت جينيبر سونيك وول بلوكوت كل دول انا جربتهم وكلهم شغال. مايكروسوفت بقى الغبيه هي اللي ايه بنقول كده برضه مش شغاله مع بايدوس كمان. لا ما مش شغاله مع اي حاجه اوت جوينج اي حاجه خارجه كله انكومنج ما هي مالهاش حل تجوين الجهاز للدومين يعني بص تعالى كده اي بي هات بقى والرينج زي ما احنا ما كنا واخدين قول تاني كده عندي روين تمام حلو. ما هو اللي جاي لك من السايت اللي هو يعني بص انا فهمت قصدك انت دلوقتي عندك ادي سايت و متوصل بيه سايت تاني مثلا ده A وده B. اليوزر اللي هنا لما هيجوا يكونكتوا على الشير فولدر اللي هنا بقوا بالنسبه لي ايه؟ اوت جوينج فهتشتغل معاهم الرول دي. واليوزر اللي من هنا لما يجوا يكونكتوا هنا هيبقوا بالنسبه لي اوت جوينج فهتشتغل معاهم الرول دي. انما كده وهي خارجه من هنا كده وهي خارجه كده هتبقى انكومنج قصدي هي كده هتبقى انكومنج اوت جوينج ما بتشتغلش. على اللي هناك لو الدنيا مش هتشوف
لا انت ممكن تبلش ال ال داب اصلا، يعني تيجي هنا كده في فاير وول تولز ايه، انت ببلشه على البورت بتاعه بس، وتقول له ببلش نون ويب سيرفر مثلا ال داب، نيكست هنديله الاي بي بتاعه 192 168 واحد، لا واحد ولا زيرو؟ زيرو 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 50 نيكست، هنقول له البروتوكول اسمه ايه؟ مش موجود، يبقى هتقول له بورت ماشي كده، وهتببلش البورت بتاعه بيبقى 389 389 ده البورت بتاع ال 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 ماشي كده. تي سي بي خلي بالك، ها نيكست، وبعدين تقول له نيو تاني ويو دي بي، عشان هو ليه تي سي بي وليه يو دي بي. ماشي كده، تقول له نيكست. الاوت باوند يعني مش بتعملش الان باوند، بالعكس هو ده بالعكس. هتعمل ايه دلوقتي؟ الباوند 389 سكند بورت نيكست فينش، نيجي هنا ال ده ب 2 نيكست، هنقول له اكسترنال ال ايه؟ لو انت عايزه في بي ان يبقى هتحط له الليسنر على الفي بي ان، ما هو الفي بي ان كده وكده دخل عندك خلاص. يعني ايه ليسنر؟ سماعه عشان يسمع ليها، مش احنا واحنا بناخد الويب سايت عملناها ليسنر. بص انت عندك دلوقتي، انت دلوقتي هو ده اي بي انترنال صح، انت عايز الناس تسمع له من بره اكسترنال، هتسمع له على انهي اي بي؟ فبتبدا ان انت تقول له على الاكسترنال اي بي، وتقول له ادريسز، وتحدد له الاي بي الريال بتاع تي ام جي اللي هو بقى احمد عامله ايه 192 168 1200 بس. فبتبدا ان انت تقول له الناس لما تيجي تكلمك على 192 168 1200 ارميه على 050. وصلت لك؟ بص انت دلوقتي، طيب تعالى ماشي كنترول ان. بص ادي دلوقتي كده ده التي ام جي، ده التي ام جي حلو، واخد اي بي ريال هنا مثلا 41 0 0 1 مثلا خلاص، وهنا ده واخد الانترنال واخد 50 اللي هو برايفت اي بي تمام. فانا هنا باجي على التيم جي على الكارت ده على الاي بي ده، واقول له انا هعمل لك ليسنر، لو حد من النت من هنا سالك يا 41 كذا على بورت مثلا 80 اللي هو الويب سايت خلاص، دخله ارميه على ده، فهمت؟ فده بنسميه ليسنر، سماعه مجرد بس ان هي تسمع للبورت ده تدخله، فهمت قصدي؟
فهنا بس هنا بنقول له ايه الليسنر بتاعك هيبقى على مين؟ على الاكسترنال بانهي اي بي. انت بقى ممكن بقى يكون عندك اكتر من اي بي على كارت النتورك كده، فتحدد له بقى اللي انت عايزه. يعني ممكن تيجي هنا كده وتقول له ده، او ممكن تقول له ايه اول اي بي، تقول له ابلاي فينش بس. فكده انت ببلشته للناس اللي بره، فاللي من بره يقدر يشوف ال ده معايا. وكده او كده هو مببلش للناس اللي ايه الانترنال. يعني لو جيت هنا كده في الويب اللي ده بتظبطها كده. لو انت عايز تعملها ريديوس تعالوا بس نصلي وبعدين نبقى نيجي نعملها ريديوس. لو انت عايز تظبط الريديوس سيرفر، الريديوس سيرفر بتبدا ان انت تقول له اد ريديوس سيرفر تمام، وتبدا ان انت تظبط له النيم بتاع الجهاز نفسه زي ما احنا ما خدناها قبل كده. ظبط له النيم بتاع الجهاز او الاي بي، يعني هنقول له مثلا الريديوس بتاعنا 192 168 0 50. بس مش شرط هنا ان انت تحط هنا الاي بي بتاع الدومين كنترولر، هنا بتحط اي بي اي جهاز جوين الدومين، اي جهاز جوين الدومين عكس ال ال داب. في ال ال داب هنا احنا لازم بنحط هنا الاكتف دايركتوري بتاعي، لان مين اللي بيلعب ال داب؟ الاكتف دايركتوري. عرفنا منين؟ من الدي ان اس. لو جيت فتحت الدي ان اس بيب اونلي دومين كنترولر في ممكن تحط الايرور اونلي، بس هو هنا بيشوف يوزرز بس ما بيكريتش حاجه. فانت لازم تحط له اللي هو الجهاز ده اللي هو دي سي دوت اي بي سي دوت كوم. فانت هنا في الراديوس بقى بتحط بقى اي جهاز. المهم ان انت تحط لي هنا جهاز جوين الدومين. بعد ما تحط جهاز جوين الدومين تدي له شيرد سيكريت باسورد، وبعدين تحط الباسورد على الجهاز اللي نازل عليه ايه، سواء لو هو 2008 يبقى نازل عليه الناب، لو هو 2003 يبقى نازل عليه الاي اي اس بس. ماشي كده سهل الحته بتاعت ال ال دبليو. ماشي.